اليوم مشاهدينا يمكن مواضيع نتكلم فيها الطفل، التربية، الأب، الزوج، الأسرة، الآن أيضا متعلق بهذا الموضوع وهذا المشروع الكبير، ولكن بالمشاريع اللي من ضمن الدولة قاعدة تطبقها وتعمل فيها من أفراد وأساتذة أفاضل بارك الله فيهم من خلال هذا المجهود اللي يبذلونه حتى يستفيد هذا الطفل وتستفيد وتطبق هذه المشاريع على أرض الواقع. نتمنى في اليوم مشروع راح نتكلم عنه وهو اهتمام بالطفل، أهمية كبيرة مثل ما ذكرنا بالمجتمعات المتحضرة للأمانة، لكن اليوم مرحلة رياض الأطفال، رياض الأطفال ما هي مرحلة فقط يروح الولد للعب ويرجع مرة ثانية، لا، هذه اللبنة الأولى في تنشئة الطفل للمساهمة في تأسيس نواة فعالة للمجتمع في المستقبل. اليوم راح نتكلم عن هذه المرحلة بالتحديد مع ضيفتنا الأستاذة حنان جاسم المنصوري، وهي معلمة رياض أطفال، ماجستير مناهج طرق تدريس. مساء الخير أستاذة حنان. مساء النور وحياك الله. أهلا وسهلا فيك وسعيدين بلقنا معك وبارك الله فيك على هذه المشاريع الأمانة اللي قاعد تطبقيها بين فترة وفترة حضرتك وباقي الفريق العامل معك. اليوم راح نتكلم عن هذا المشروع التربوي ليد كيدز. شنو هذا المشروع بالضبط؟ هو مشروع تربوي طبعا تم دراسته على أساس أنه يطبق في مرحلة رياض الأطفال. الهدف منه أن احنا نقرص قيم، طبعا احنا قاعد نسمع وايد قيم تربوية، نريد أن نقرص القيم ومناهجنا من المرحلة رياض الأطفال إلى ثانوي قاعد تعطي هذه، لكن قاعد نصيغها على شكل أهداف، مجرد أن نلقيها مثل المتعلم ولكن لا تمارس. اسم أن احنا والله سوينا اللي علينا وقلنا لش الأهداف. أهداف يعني رائعة مثل الصدق والتسامح، شلون يواثق من نفسه، اللي هو شلون يكون قائد، هاي كلها قيم. لكن شلون هو يطبقها ما عندنا هالحكي. لازم احنا يعني كان هدفي أن تمارس، أنا أقدر أقدم الهدف وأشرحه من أروع ما يكون. ولكن إذا لم يمارس فقد القيمة. أنت ايش سويتي؟ احنا خلينا يمارس كل قيمة. يعني أنا أقول لك شلون، مثلا لما أنا أعلم الطفل قيمة التسامح أو قيمة الصدق، ترى مفهوم صعب على الطفل، وحتى لو أنا أسرد له قصص ممكن يستانس على القصة ويحبها ويطلع ممكن خلاص ينساها، لكن لما أنا أعرض عليه فيلم أوريه أنه شلون عن الصدق وأخليه هو يعيش الموقف، أحط ستوب، ما أكمله، أحطه في قانون الاحتمالات، لو أنت كنت مكان مثلا هذا الولد أو مكان هذه البنت شنو ممكن راح تسوي؟ هنا يبدي يفكر، يبدي يحط احتمالات الصواب والخطأ ويبدي يصير مناقشة. كذلك كنت أخلق مواقف تعليمية داخل بيئة الصف أعيش الطفل هذه القيمة بحيث أشوف شنو تكون ردة فعله. مثلا إحنا عندنا الطفل مرات نقول أناني، هو طفل مو أناني لكن يكون عنده حب التملك دائما، شلون أنا أمرنا؟ يعني من المواقف اللي حصلت عندنا في هذا المشروع ان الطفل يحب يكون سباق والاول في كل شيء. زيها ما شاء الله عليه. اي بس يعني كان ياثر على افراد المجموعه انه شنو، ما يعطي فرصه، انه ما يعطي فرصه لدرجه انه اذا ما اعطيتني هذه الفرصه ممكن ان انا ابكي وانه خلاص اسوي ربكه داخل الفصل الدراسي. فشلون عالجنا مشكلته؟ شلون؟ خلينا بالبدايه هو مثلا يطلع الطفل حق خلينا نقول اسم اليوم او يسرد قصه. اعطيناه مهمه ان انت اختار الطفل من اصدقائك انه هو يطلع مثلا يسرد القصة أو يطلع يقول اسم اليوم أو يمسك مثلا المايك على المسرح وإنه يتكلم. هو اللي اختار. فبدأ لما تحايلته عليه يعني. ولكن بطريقة تربوية، فحس إنه أنا لي أهميتي بإنك لعب دور المعلمة في إني أختار أحد الأطفال. هذه الأفكار بمناهجكم موجودة ولا منين تأتون بهذه الأفكار أنتم؟ في أشياء موجودة في مناهجنا، ولكن أنا دائما وأبدا أقول إن المعلم ليس فقط ناقل للمعلومة، يجب أن يكون موجه ومرشد كذلك للمتعلمين. يجب أنه هو يطور من نفسه في عملية البحث. يعني هذا المشروع خلال سنة كاملة خلال فترة الصيف، العطلة الصيفية ما بين دراسة، ودشيت كثير من الجامعات. هذا مشروعك أنت؟ اي المشروع. دراستك أنت خاصة فيك أنت؟ دراستي طبعا. طبقتيها على مجموعة رياض الأطفال الخاصة فيك بفصلك أنت بمسؤوليتك أنت؟ بفصل اي نعم. ما تم تعميمه، يعني ما ممكن تعميم هذا الأمر على باقي الزميلات بنفس المدرسة بمدارس أخرى؟ احنا دائما المشاريع التربوية دائما مثلا تطبق على عينة معينة أو مثلا كذا عينة، عينة عشوائية أو خلينا نقول مستوى معين، احنا عندنا مستوى أول مستوى ثاني. نعم. فالعلم إذا شفنا أن في نتائج إيجابية ممكن أن يعمم، ولكن أحيانا التعميم يكون في عقبات تدري يعني. راح نحكي عن عقبات هذه، لكن اليوم المشروع هذا عمره سنة من طبقتيه؟ نعم سنة كاملة طبقتها. عطينا النتيجة. النتيجة بالنسبة حق الأطفال طبعا، النتيجة شلون لمسناها؟ ما لمسناها من أرقام وإحصاءات للأمانة، المسناها من ردود أفعال أولياء الأمور، لأن دخلنا ولي الأمر في عملية التعلم، هو مثلث ولي الأمر، المعلم والمتعلم. فصراحة كان في تواصل. الحين وسائل التواصل الاجتماعي ما شاء الله قاعد أشوفها أنها متاحة وسهلة، بدل أي أقابل ولي الأمر أصمم جروب أو أحط جروب في الواتساب وأبدي أتواصل مع أولياء الأمور. فردود الأفعال لما أنا أقيس مثلا مهارة من المهارات،
اي اقول حق ولي الامر، ما اقول انه انا علمت الطفل كذا كذا، شنو شفت في الطفل؟ شنو طفلك اللي تغير فيه؟ ردود الافعال لما هي اشوفها انا يثلج صدري انه في نتيجه، ونتيجه جدا ايجابيه. عندي ام الغلا والزين توائم، يعني كانوا شوي انطوائيين، تقول لي غيرتي في شخصيتهم 280 درجه. بناتي ما هم اللي كانوا في مستوى اول، صار عندهم الجراه، صار عندهم حب الترتيب، النظافه، حتى كلامي لما انا القي عليهم مثلا اي شيء بالعكس يسمعونه، في احترام، في تقدير، تقول شيء كبير وايد تغير في شخصيتهم. كيف نقدر نوجد اكثر من حنان المنصوري عندنا بالكويت؟ موجودين ومعلمات ما شاء الله رياض الاطفال جدا نشيطين. شو المشكله؟ ليش انت توصلين بهذه المشاريع الى اعلى الدرجات المسؤوليه حتى تاخذين الموافقه؟ ليش ما تاخذين المنطقه التعليميه من مدير المدرسه وانتهى الموضوع؟ الأمان. ليش اطواله بالاجراءات يعني؟ هذه الاجراءات صراحه، يعني احنا احد المشاريع الثقافه المروريه كان على مدى عامين دراسيين، ورفعناه الاستاذ احمد المليفي كان حزته هو وزير التربيه ووافق عليه. حلو ممتاز. ويعني اشاد فيه اشاده كبيره وقال هذه المشاريع اللي احنا نحتاجها. ليش؟ لان النتيجه ملموسه، ما تي على المدى البعيد. نتيجة قاعد تشوفها، التحسن هذا مستمر حتى لو يكون بسيط، ولكن في نتيجة. احنا ما نطمح انه يكون تحسن ضخم. واليوم تطبق على رياض الاطفال الكويت ان شاء الله هذا المشروع من زمان اعتقد، اذا على ايام استاذ احمد المليفي. اي والله لا، لم يعمم للاسف الى الان، وقف الى هذا الحد، مع انه كان يعني انتج منهج دراسي متكامل وتم رفعه، لكن توقف الى هذا الحد. منهج انطبع ووضعوه في كتب وطبعوه وكل شيء وقفوه. منهج طبعا انا صممته. انت صممتي؟ اي. وجاهز للطباعه وللنشر وللتوزيع؟ نعم، على حتى من بعد ما يتم مراجعته، وحتى لو تم على اي اضافه انا اقبل فيها، لان مهما طيب كان احنا ما نستغنى عن اهل الخبره والميدان. اكيد قالوا لك الملاحظات اللي موجوده فيه، تواصلوا معك؟ لم يطلع عليه يعني بالاساس انه كملاحظات، الى الان لم يدون عليه ملاحظات. ولا اعطوك رد الاسباب بمنع نشره؟ لا الى الان. من اي سنه قاعد تحكي؟ الحين صار له سنتين. صار سنتين. انت ما راجعتي؟ ما سالتي؟ بلى راجعت سالت، لكن انه كان انه في اولويات، انه ان شاء الله ممكن انه يظهر ويرى النور، واحنا نتمنى انه يرى النور، واحنا نشوف ان شاء الله فيهم الخير والبركه. ان شاء الله كلهم خير وبركه. نطري انت بعد هذاك سنتين شوي، نطري شوي، خمس سنوات، عشر سنوات، 15 سنه، نطري. تخرجون اللي بالروضه من الثانويه، نطري اذا. طيب خلينا نتحكي عن نظام الكايسن الياباني، شو النظام هذا؟ نظام جدا رائع صراحة، قريت فيه كتاب كامل اللي هو نظام الكايزن الياباني من الحرب العالمية الثانية، ولكن اليابان ما زالت تعمل فيه. ما عندهم شيء اسمه قديم، خلاص خلينا نبتكر شيء جديد، لأن هذا النظام يقوم على كايزن، كلمة التحسين المستمر أو التحسين للأفضل. يعتمد يعني ترى اليابان ما يستخدمونه فقط في التعليم، في السياسة، في الاقتصاد، على الصعيد الذاتي، التطوير الذاتي. الحين قاعد أشوف حتى قاعد يعطون دورات تدريبية عن نظام الكايزن. ينفع على أطفالنا يعني؟ ينفع على كل شيء، على نفسي. انت؟ على وطبقته بحذافيرة. أعطينا مثال سريع، يعني الوقت ما شاء الله يمشي بشكل سريع، موضوع كبير. أعطيك مثال على نظام الكايزن، يقول لك إن مهما كان التحسن بطيء ولكن في تحسن فخليك مستمر، لأن في تطور. لا تسعى أن يكون التحسن ضخم، لانه راح توصل حق هذه الضخامه مدام انت في اجتهاد ومع هذا الوقت راح يكون. مثل شنو استاذ حنان؟ مثل شنو الكايزن يعني؟ اعطيني مثال. انا اعطيك مثال، مثلا عندك البيئه يقول لك البيئه المتاحه نفسها ماديا. انا هذا المشروع ترى دينار واحد ما قطيت عليه، نظام الكايزن البيئه المتاحه. احنا في الكويت ما شاء الله عندنا، يعني لما كانوا يجونا زيارات من برا ينبهرون بالالعاب التربويه، بالصفوف الذكيه في مرحله رياض الاطفال. انا اكلمك فاستغلينا البيئه المتاحه، لما انا بعلمه مثلا على ان بعض القيم. نعم. فصراحه اعرض له الفيديو او اعرض له عن طريق الشاشه الذكيه بيئه متاحه، ما احتاج ان انا اطلع برا واوديه مثلا سينما. لما يجي مثلا العلم على التنافس الشريف، عندي العاب تربويه متاحه وقاعد يجيبونها من برا الكويت، تعلم الطفل التنافس الشريف. نعم. فالتنافس الشريف بين الاطفال، وفي نتيجه وتشوفين يتفاعلون معاه، والطفل اليوم ذكي. طبعا والنتيجه يستوعب جدا، واصلا في اشياء يسبقك فيها الطفل، خصوصا في وسائل التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي، تشوف يعني ما شاء الله في كل الامور عند البديهيه في انه يفهمها ويعرفها. نعم استاذ حنان، ختاما اهميه رياض الاطفال في تنشئه او في وضع اللبنه الاولى للطفل، مهمه اليوم رياض الاطفال؟ جدا مهمه، مرحله تشكيل طفل الروضه. نظريه فيغوتسكي شو تقول لك؟ تقول لك الطفل هو اللبنه الاساسيه ويتاثر بثقافه المجتمع. احنا للاسف الحين ثقافه المجتمع اصبحت لرياض الاطفال انه مجرد يلعب داخل الروضه ويطلع. في اغلب الروضات قاعد يشوف فطاير وعصير وما لا، هذه الصوره اللي قاعد يظهرها بهذا الشكل، ولكن لو الاعلام يظهر الصوره والاجتهاد. يعني ترى الحين اغلب معلمات رياض الاطفال دراسات عليا، هذا يدل على شنو؟ في تطور، ولكن يحتاجون الى الدعم، يحتاجون حتى اعلاميا
ان هم يظهرون هذا الجانب الايجابي، لا يظهرون الجانب السلبي. مرحله جدا شاقه. حياكم الله باي وقت ويا هلا مرحبا فيك، ونتمنى الامانه هذه الرساله يعني نوجهها الى اداره المناهج ووزاره التربيه ان تعيد النظر مو فقط في مشروع حنان ولكن بمشاريع المختلفه المتنوعه، الجلوس مع هؤلاء الاساتذه الافاضل اللي عطوا من وقتهم ومن جهدهم لعمل هذه المشاريع. في النهايه هو ما يبي شيء، يبي يعمم هذا المشروع ويطلع هذا المشروع ويشوفه. يا اخي سجلوا اسم المشروع مشروع كويتي، لا تسجلون اسم المعلم يا اخي. انا دائما اقول هذا مشروع وطني كويتي. سموا مشروع كويتي. ونجاح هذه المشاريع يعني قبل لا ننهي صراحه يعني اشكرها مديرتي استاذه منى الاتساني، اسميها المدير القائد، كانت تعطينا الفرصه والمساحه الكبيره. يعني لما اقولها راجعي لي، لما تعطي لي الثقه حنان انا اثق فيك، انا هني صار عندي مسؤوليه جدا كبيره. فصراحه كل الشكر والتقدير، هي هذه اخر سنه لها للاسف وراح تتقاعد، بس من المدراء القاده الامانه اللي خلتنا نسعى ونصل حق هذا الطموح. بارك الله فيكم وثقتنا فيكم كبيره ان شاء الله. استاذه حنان جاسم المنصوري معلم رياضه اطفال ماجستير مناهج طرق تدريس، شكرا جزيلا لقبولك هذه الدعوه وموفقه ان شاء الله. شكرا لكم حياك الله يا المرحبا. المجال مفتوح للجميع بالتاكيد بهذه المشاريع المختلفه المتنوعه من اخواننا واخواتنا تحديدا بالتعليم، لان ابنائنا عندكم انتم، فاحنا ناخذ منكم اللي انتم تطلبونه منا احنا راح ننفذه كاولياء امور. فشكرا جزيلا لكل معلم ومعلمه يقوم بدوره الحقيقي. مستمرين معاكم ان شاء الله بعد الفاصل.